هنروح للكابتن الكبير كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق فاركو معايا على الهاتف الان. نهنيه على فوزه اليوم يا كابتن مجدي، صباح الخير، مشرف ومنور ومليون مبروك الفوز النهارده. ربنا يبارك فيك كريم، الله يخليك، تحياتي ليك وتحياتي للكابتن فتحي محمود. الاداء يا مجدي، الاداء الاداء مبروك يا ريس النهارده. طبعا ربنا يبارك فيك يا كابتن، الله يخليك يا كابتن. الاداء مباراه بعد مباراه يتحسن، وفرجه بدايه الموسم غير فاركو المباريات الاخيره اداء محترم، وايضا النتائج تتحسن بشكل كبير جدا لحد ما نشوف فاركو الان في المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز فوق فرق كبيره وعريقه ولها باع في الدوري الممتاز. احنا بنتكلم على فاركو اللي اول موسم ليه في الدوري. لا الحمد لله، بقول الحمد لله، يعني مبروك للعيبه ومبروك مجلس اداره. ثقه مجلس اداره في الجهاز وفي اللعيبه الحمد لله، بتنقل من المجلس اداره للجهاز لعيبه من مباراه لمباراه. الحمد لله زي ما انت قلت، البدايات ما كانتش موفقه، وبعد كده الحمد لله يعني قدرنا نصحح الاخطاء اللي حصلت في الثلاث مباريات الاولانيين، وبعد كده قدرنا نكسب ثلاث مباريات متتاليه، ودلوقتي بنوصل لخمس مباريات. بشوف الحمد لله ان هي دفعه كويسه جدا، بتكسب فرقه كبيره زي تيم ام بي النهارده. الحمد لله اجمالا المباراه 90 دقيقه احنا متفوقين بشكل كبير، اللعيبه كانت مركزه من بدايه المباراه، ثلاث نقط رفعونا مراكز كتير وحطونا في مكان كويس في الجدول نقدر نبني عليه اللي جاي. لسه المشوار طويل، الدوري لسه طويل جدا، لكن لما بتبقى بتلعب في مكان امن من غير ضغوطات اعتقد بتقدر تأدي بشكل كويس، وكمان ما يبقاش فيه ضغوط على اللعيبه في اول سنه يعني كدوري ممتاز. النهارده مباراه ام بي هي مباراه صعبه، عشان تكتيكيا بتبقى المباراه دائما صعبه قدام الكابتن حلمي طولان. دي حقيقه مظبوط. وكمان احنا عندنا كانت مشكله تانية، ان احنا لسه ملاعبين ام بي في اخر مباراه لنا في كاس الرابطه امام ام بي، وخسرنا على نفس الملعب 2-0. اللعيبه كان عندها استنفار كبير جدا من المباراه دي، المباراه اللي احنا لعبناها في كاس الرابطه ما كانش عندنا دوافع فيها الحقيقه، وادينا مباراه يعني اسوء مباراه لنا من اول الدوري. اللعيبه تعهدت بعد المباراه دي ان هي لازم نشتغل ونصحح الاخطاء، وفي نفس الوقت مباراه الدوري غير مباراه كاس الرابطه، الثلاث نقط او البقاء في الدوري بالنسبه لنا السنه دي هو الاهم. الحمد لله من اول دقيقه واللعيبه عندها يعني رغبه كبيره جدا في الفوز. الفرص في الشوط الاولاني كانت بالنسبه لنا كانت افضل، على مدار ال 90 دقيقه ما فيش يمكن فرص لفرقه انبي خطيره على مرمانا، واحنا كان عندنا رغبه اكبر في تحقيق الفوز وتحقق من ضربه جزاء في الشوط الثاني. بشكر اللعيبه وبشكر مجلس الاداره، واتمنى ان شاء الله ان دي تبقى دفعه علينا في المرحله الجايه باذن الله. عارف يا كابتن مجدي، انا عايز استغل تواجدك معايا وعايز اشيد بشكل كبير جدا بمجلس اداره نادي فاركو، واشيد بيك عشان انا كنت طلعت في بدايه الموسم وقلت التمسك بالكابتن مجدي عبد العاطي ضروره جدا، عشان اي مدير فني ناجح وكبير وعنده خطه وعنده بلان مستقبليه محتاج الوقت، حتى لو النتائج ممكن ما تبقاش جيده في الاول، بس اكيد النتائج جيده هتيجي ادام في خطه بشكل واضح وفي مؤشرات. فانا بحيي مجلس الاداره وبحييك انت كمان. ربنا يخليك كريم، شكر جدا وشكرا على يعني انت برضو من الناس اللي دعمتنا كتير جدا في فتره حتى اللي احنا كنا يعني عندنا اخفاقات فيها، فحقيقي بشكرك وبشكر فعلا برضو مجلس الاداره وبشكر اللعيبه، وان شاء الله باذن الله يعني ده يبقى يعني ثلاث نقط مهمين، لكن احنا لسه ما عملناش حاجه ولسه الدوري طويل. صحيح. انت عارف الفرقه كمان كلها قريبه جدا من بعض، يعني اي فرقه بتكسب مباراه بتنط مركزين ثلاثه، فاتمنى ان الثقه اللي احنا خدناها النهارده والمكسب والمركز المركز اللي احنا فيه ما يبقاش مركز خادع، لا نقدر نبني عليه ونقدر الثقه اللي احنا كسبناها النهارده نقدر نستغلها في الجاي باذن الله ان شاء الله. هل حسم بقاء محمد صبحي في نادي فاركو؟ هل تم تفعيل بند الشراء؟ ده الامور دي خاصه بمجلس الاداره، ما يعني ما بنتكلمش فيها دلوقتي، لسه الدوري زي ما بقول لك طويل، لكن ان شاء الله نتمنى باذن الله ان صبحي. لا انا بقى انا بسالك انت، هل انت بلغت الاداره بطلب ده؟ بشكل فني، بشكل فني احنا يعني مش هيبقى عندك جول بيمثل نادي فاركو في منتخب مصر وتبقى ما عندكش رغبه في ان هو يكمل معاك. فانت عندك الرغبه طبعا انه يكمل معاك ان شاء الله باذن الله. كابتن الكبير كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي فاركو، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.